السلام عليكم، الله يعطيكم العافية جميعا. الآن بدنا نشتغل تركيب شاشة جبسن بورد سيمبل بالطريقة الصحيحة. مثل ما انتم شايفين قاعدين بنشتغل على خيط العلام، خيط العلام اللي هو عشان نثبت مكان زوايا الحديد اللي راح نرسم فيهم شكل الشاشة. طبعا بنظرك على الصورة اللي انت بدك تنفذها بتنتبه، بتعرف شو الأبعاد، بعد فترة ببين معك. مثل ما هون شايفين قاعدين بنبعدهم عن بعض 10 سنتي بحيث انه تكون الرسمة بشكل ممتاز بالشكل اللي بدنا اياه. مثل هون 18 سنتي عشان يعطيني الغلق، اللهم اصنع حمد 20 سنتي اللي هو الفوق العلوي. وهيك بنبلش نزود بالحديد بالطريقة هاي. مثل ما بتعرفوا ان شغل الجبسن بورد ممتاز جدا، احنا بنستخدم معدات مختلفة شوية، ولكن هاي المعدات انا بالنسبة لي بعتبرها سريعة جدا، غير عن البر والاسفين وغير عن فرد الطلقات والشرشور، وبنفس الوقت بتعطيني النتيجة اللي بدي اياها وازود واسرع. ومثل ما بتشوفوا دائما انا بشتغل معظم الورش انا بشتغلها بايدي لحالي بدون ما استخدم حدا يكون مساعد بجنبي. مثل ما انتم شايفين كلياتهم من بعد وعن بعض عشرات، الا الفوق اللي هي نزلناها 18 سنتي عن بعض عشان تتغلق وتتجمع 20. الان بنركب طبعا مثل ما انتم شايفين اللي هو شراشف الجبسن بورد عشان نشكل الجبس اللي بده يبرز ويعمل لي مكتبه وشاشه جبسن بورد. بنلفها بالزاويه بالطريقه هاي. طبعا الزوايا دائما لازم يكون متصلات. بروز الشرشف 12 سنتي، يعني كل بروز الشرشف 12 سنتي لما بدك تعملها 15 او 20 بارزه راح تكون ضخمه وفخمه كثير زياده عن اللزوم، وما راح تعطيني غير انها يعني طفشه، يعني مش هالحركه. دائما انا باكد على انه الزوايا بنحنيهم حني، يعني بنقصهم من جهه وبنتركهم جامعات على كل المناطق. طبعا هالفيديو ان شاء الله وقف لله تعالى عن روح الخال أشرف طلفاح اللي توفى بمصر، وإن شاء الله بنحتسبه عند الله شهيد. طبعا هالفنان له سلسلة قوية جدا محترمة جدا، وهو ابن قريتي ويعني ابن عم أمي الله يرحمه. وإن شاء الله هذا العمل عن روحه، بس عليكم انكم تشوفوا، وإن شاء الله أن الله عز وجل يتقبله. طبعا تشوفوا تعيدوا أكثر من مرة، وإن شاء الله أن الله عز وجل يتقبله. وكذلك الأمر بنبارك للشعب السعودي فوزهم على الأرجنتين، إن شاء الله من أحسن لأحسن. وإحنا الشعب الأردني بنحب الشعب السعودي بشكل فظيع جدا. كل الشعب العربي له احترامه ومحبه وتقديره. مثل ما أنتم شايفين هنا قاعدين بنجمع الزوايا على بعض، كله لازم يجمع ببعض. وهنا بمناطق اللي بدنا نعمل فيهم رفوف ومنجمع ونكرب البراغي. انت مجرد ما حضرت الفيديو بالطريقة هاي راح تتعلم نظريا، بس يعني ربنا الله انه لازم تكون انت مشبك الجبس كلياته ببعضه، وبنفس الوقت شو انه عارف مثلا هذا بروثي سيلف دريل، هاي قاعد يوقع معي كويس، سنساج اقصد، البروثي سيلف دريل له شغل معين، هذا السنساج له شغل معين. الرسمه لما انا اشوف رسمه بدي اياها للزبون بس اشوفها انا اعرف الابعاد لحالي، مثلا من هون 10 سنتي مناسب، من هون 12 سنتي مناسب، رغم انه معظم الجبس مثلا تابلو الفرنسي بالسقف معروف انه تابلو 40 راكب على 30 الانارة المخفية 10، صار من المسلمات، او مثلا 60 راكب على 45، خلص في شغلات مسلمات واضحة جدا، ما بدها لا لت ولا عجن ولا اي شيء. ليش؟ لانه اللوح مثلا 120 سنتي بدك انت تفرغه على 10 قطع، خلص بيطلع معك 12، بيعطيني الكميه اللي بديها وما راح يطلع طفش. طبعا هاي القطعه العلويه احنا ركبناها بالطريقه هاي، نفس الشيء بنجمعها على بروغي. لما بتكون بدك تمدد كهرباء داخل الشاشه
بتمد البربيش وبتحفر له. هنا في الإضاءة اللي هي على الطاقة الشمسية شغالين عليها فقط لا غير. بيطلع معانا هالمنتج بشكل حلو كثير. طبعا أنا عامل أكثر من شاشة بشكل احترافي وشكلهن صعب شوية، عرفت علي؟ ولكن انتم مجرد نظريا بس تحضروا هذول الفيديوهات وهم قدام شوية راح تعرفوا أكثر من صيغة تركيب للجبسن بورد، سواء شاشات أو مكتبات جبس. فبقى انصحكم انكم تشاهدوا هذول الفيديوهات. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني الواحد مشتاق لاصحابي القدام اللي احنا من فتره طويله والله العظيم ما حكينا معهم. ان شاء الله اللي بيشوفني يتواصل معي على الواتس، وانا اصلا بتواصل مع شباب كثير. اوه وان شاء الله خير. طبعا بتشوفوا هالفيديوهات ابعثوهم لاصحابكم للي بتحسوا انه لازم يستفيد منهم، حدا صاحب بيت انصحوه بهالشغل، فرجوا الشغل بشكل صحيح. طبعا احنا هون قاعدين نركب القطعة كاملة، طبعا راح نركب القطعة كاملة. انا بحب اركب قطعة كاملة، ليش؟ عشان ما اكثر المعجونة على الفواصل، فبضطر اني اركب قطعة كاملة بحيث اني ما يكون في التقاء بين مفصل ومفصل كثير عشان ما يغلبوني بالمعجون. بالنسبة لي بشوف هذا الاشي اجمل هيك، بشفرهم من الخلف سواء بمشرط او بمنشارة او بغيرها. خلص مجرد انت ما شفرتها بالطريقة هاي الامور بتكون معك تمام، بكون استغلالك للقطع مثلا الوجه بوكل معك 5 قطع 6 قطع 7 قطع 8 قطع، مش اكثر من هيك. يعني اصلا بامكاننا انه الشاشة كاملة نعملها بلوحين. يعني ان شاء الله راح افرجيكم شاشات ثانية راح اسويهم بلوح او بلوحين مثلا تستير وخلص، الرسم داخلي بعدين رسم خارجي بتطلع معنا الرسمة بقصة واحدة. يعني بكون ما بدك تشيف اللي هو الشبر اللي بنحط على الشاشة، بكون بس عندك الفواصل الداخلية انك تمعجنها والمناطق اللي مبينة هيك بنجمع الجوانب. طيب فرضا لو كان في زيادة بالجوانب اشي بسيط بالفارة بتحفهن بيطلع 100%. يعني ما بدها اي اشي بالزايد، بدك تنقصه اللي ناقص، بدك تشيله وتحطه يا رب. يعني اكيد هاي قاعدة الجبسن بورد. طبعا ان شاء الله قريبا يعني خلال كم من يوم راح ننزل لكم شغلات عن الباركة، ان شاء الله بتحضروها تستمتعوا فيها. حبيت اصور لكم اياه بالصيغة هاي ما يكون فيها متحرك، بحيث لان الرسمة سهلة شوية ما فيها تعقيدات. حبيت افرجكم اياها بس من وجه واحد بحيث انها توضح الفكرة. طبعا بامكانك توسع الفيديو وتشوف عن قرب اكثر واكثر. وبنصحكم كمان في عندي فيديوهات كثير بي في سي يو في باركيه ورق جدران جبسن بورد جبصين دهانات بانواعها، احضروا القديم شوف. يعني انا عندي الشرح ان شاء الله يكون كامل متكامل، شايفين وانا بالفاركه. بتحف القطعة على الراكب، أنا بفضل أحف على الراكب بدل ما أقصها مثل ما تقولوا يعني إنه قياس وأقصها، لا خلاص وهي راكبة بتقصها وهي قاص راكبة بتحفها، هيك بتجيبها على الصفر وقياس 100%. شايفين هاي القطعة فيها زيادة من الجنب، اتعمدت هذا الإشي عشان لما يكون عندك زيادات جبسن بورد ما تروح فيهم كبر. خلص هاي الزيادة بدي استغلها لكذا، وهاي الزيادة بدي استغلها لكذا، وهاي الزيادة بدي استغلها لكذا، وبعدين بشفرها بالمشرط، بس ما يكون القطع كثير، يقلبوا سيف الساعة، صح ولا لا؟ طبعا هيك بتمنى انه هالفيديو افادكم، طريقة جمع جبسن بورد والجبصين. طبعا المواد اللي نستخدمها خيط الاعلام، فرد الهواء الاسمنتي انا، انت ممكن دريل عادي، الدريل، الكرب، قلنا جبسن بورد والحديد. هيك بنكون انهينا الفيديو، بنشوفكم على الفيديو الجاي. الله يعطيكم العافية، السلام عليكم.